بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه الصديقه اعرب فيها جلالته عن استنكار مملكه البحرين وادانتها الشديده للهجوم المسلح الذي استهدف سفير روسيا الاتحاديه لدى الجمهوريه التركيه وادى الى مقتله واكد جلاله الملك المفدى في برقيته على ان هذا العمل الارهابي الاثم يتنافى مع جميع الاعراف الانسانيه والمبادئ والقيم الاخلاقيه كما ضمن جلالته برقيته بخالص تعزي وصادق مواساته لفخامه رئيس روسيا الاتحاديه ولشعبها الصديق ولذوي السفير الروسي